وما هو قدم في نشرتنا أخبار المال والأعمال مع مصطفى ميزار. مساء الخير يا هبة، شكرا جزيلا. مساء الخير أذا، شكرا جزيلا لك. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة جديدة من أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة. أعلن رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين موافقة مجلس الإدارة على إضافة حزمة جديدة من الحوافز الاستثمارية لمستثمري المنطقة لتعزيز تنافسيتها ضمن مثيلاتها الإقليمية وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاعاتها الصناعية المستهدفة. جاء ذلك عقب اجتماع مجلس إدارة الهيئة الثاني للعام المالي الحالي، وقد ناقش مجلس الإدارة للهيئة اعتزام الهيئة تأسيس شركة استثمارية تابعة لها لتكون الذراع الاستثماري المنوط به الاستثمار في المشروعات التي تقام بها، حيث تدرس المنطقة الاقتصادية المساهمة في المشروعات الاستراتيجية التي تقام بمناطقها أو موانيها التابعة. يأتي هذا الاجتماع قبيل مشاركة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في أعمال مؤتمر المناخ كوب 27 والتي ستعلن فيه عن بدء أولى منتجاتها الفعلية من الوقود الأخضر. أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن استثمارات هيئة قناة السويس تقدر بنحو 13.1 مليار جنيه في خطة عام 2022-2023، وذلك بمناسبة إصدار وزارة التخطيط تقريراً حول مستهدفات واستثمارات قطاع القناة بخطة العام المالي الحالي. أوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن قناة السويس تسهم في استيعاب حركة التجارة المتنامية واستقبال الناقلات الضخمة والسفن العملاقة، حيث يمر من خلالها نحو 10% من إجمالي حركة التجارة العالمية وما يقارب 25% من إجمالي حركة البضائع المحواة عالميا و100% تقريبا من إجمالي تجارة الحاويات المنقولة بحرا بين آسيا وأوروبا. ارتفعت صادرات مصر من الصناعات الهندسية خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر من العام الحالي بنحو 19% لتبلغ 2.74 مليار دولار مقابل 2.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2021. أكد المجلس التصديري للصناعات الهندسية عن ارتفاع صادرات قطاع الأجهزة الكهربائية بنسبة 18%، كما زادت صادرات الكابلات بنحو 48%. في أسواق المعادن النفيسة قفزت أسعار الذهب العالمي على خلفية بيانات أظهرت ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية ليصل سعر المعدن الأصفر إلى 1677 دولارا للأوقية. أما محليا فسجل الذهب عيار 18052 جنيه، عيار 21 وصلت قيمته إلى 1227 جنيه، بالنسبة لعيار 24 فقد وصلت قيمته إلى 1400 جنيهان، وصل قيمة الجنيه الذهب إلى 9816 جنيه. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط وسط غموض حول الزيادات المستقبلية في أسعار الفائدة الأمريكية وقرب سريان حظر من الاتحاد الأوروبي للنفط الروسي، وسجل خام برنت مكاسب أسبوعية بما نسبته 2.9
من 10% ليصل إلى 98 دولار و57 سنتا للبرميل. كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خلال الأسبوع أيضا بنسبة 4.7% لتصل إلى 92 دولار و61 سنتا للبرميل. هذا وقد صعدت أسعار المازوت عالميا بنسبة 74% لتصل إلى 3.89 دولار للتر. في المقابل ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 7.1% لتسجل 6.4 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. في كينيا تعطلت الآلاف من الرحلات الجوية وبقي المسافرون عالقين عندما بدأ طيارون في الخطوط الجوية الكينية وهي واحدة من أكبر شركات الطيران في إفريقيا إضراباً على الرغم من مناشدة الحكومة لهم لإلغائه. ذكرت وزارة النقل الكينية أن نحو 10,000 راكب تأثروا بالإضراب حتى الآن، وإنه استمر الوضع على هذا النحو فسوف يكون الأثر شديدا على قطاعات الاقتصاد الأخرى والسياحة. كانت نقابة الطيارين قد أعلنت أنها ستدعو لإضراب عام بسبب خلاف بشأن مساهمات معاشات التقاعد وتسوية حول الأجور المتأخرة لأعضائها بعد مرور فترة 14 يوما دون تعامل إدارة الشركة مع شكواه. وصلنا معكم مشاهدين الكرام إلى نهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة. نعود لاستكمال ما تبقى مع الزميلتين أدا إبراهيم وهبة حسين. شكرا لك مصطفى ميزار.